تتأسف وتخجل وتهرب من الرد على أسئلة بنوتتها، خاصة لما بتسألها عن حاجة حريمي وهي لسه صغيرة. لو انت من الأمهات دول، ولو انت بنوتة صغنطوطة لسه بدأت تظهر عندك شوية حاجات مش فاهماها، يبقى لازم تشوفي الفيديو ده للآخر. مساء السعادة على عيونكم، مساء السعادة على عيونكم يا أحلى بنات وستات في الدنيا. أيوة بنات وستات، الفيديو ده نسائي 1000000%، والرجال يمتنعون. امشي يا ابن المنكوبة. في الفيديو ده هنتكلم عن حاجة موضوع مهم جدا طلبته مني صديقة شخصية. الست دي بتتكسف او تتحرج ترد على اسئلة بنوتاتها، وده غلط طبعا من كل الامهات، لان في الحالة دي البنت للأسف بتلجأ انها تستقي المعلومات دي من عن طريق اليوتيوب والنت وصحباتها، وغالبا بتكون معلومات مغلوطة، فبتحب تكتشف الموضوع بنفسها، فده بيقودها للأسف في اتجاهات مش مظبوطة وغلط. وكل ده ليه؟ علشان انت يا مامي لما باجي اسالك في حاجه، يا اما بتتهربي من السؤال، يا اما بتقولي لي بطلي قله ادب، يا اما بتقولي لي انت لسه صغيره. طولت عليكم في المقدمه، ويلا بقى ندخل على الفيديو. الدوره الشهريه او الحيض او البريود كلها مسميات لشيء مؤلم بتمر بيه كل البنات، بتكون تقريبا من سن 12 ل 16 سنه، وبيستمر معاها الموضوع ده لحد ما بتوصل لسن اليأس او سن 45، ممكن اقل سنتين ثلاثة او ازيد سنتين ثلاثة حسب تكوينها الجسماني وصحتها. البخور وصحتها حسب حجمها الجسماني وصحتها، اذا كانت كويسة ولا اذا كانت بنيتها ضعيفة. الدورة الشهرية عموما بتيجي فترة من 3 ايام لحد اسبوع، ممكن 5 ايام. لو زادت عن كده او قلت عن كده، يبقى لازم يكون في متابعة مع دكتورة علشان ما يحصلش لخبطة في الهرمونات، وده مع الوقت في الجواز والخلفة يتعب. ليه بتجيلنا الدورة الشهرية؟ بتجيلنا الدورة الشهرية لان دي مرحلة مهمة للانتقال من حياة البنوتة الصغننة الكيوتة لمرحلة الانوثة والزواج. ما ينفعش ابقى بنوتة رفيعة وحجمي قليل واروح اجيب مقاس كبير، وما ينفعش ابقى ضخمة او تخينة او كلبوزة واروح اجيب مقاس صغير. فالحمد لله الشركات المختصة بالفوات الصحية بقت بتعمل مقاسات مختلفة، في تقريبا 3 مقاسات اللي هو الصغير سمول وميديوم واللارج، وكل مقاس منهم ليه درجة سماكة رفيع او متوسط او عريض، وده بتعرفيه لما بتجيلك البريود اول مرة، بتعرفي كمية الحيض اللي نازلة منك قد ايه، وعلى الاساس ده بتختاري نوع الاولويز او الفوطه اللي بتتناسب مع حجمك ومع كميه الافراز اللي عندك. بتغيريها من 3 لـ4 مرات في اليوم حسب كميه الحيض، وكمان عشان ما تظهرش ريحه وحشه، لان ده اصلا بيكون دم فاسد، فلما بيقعد مره على مره ده بيعمل ريحه وحشه وبيعمل بكتيريا وفطريات في المكان ده، فلازم تغيريها من 3 لـ4 مرات في اليوم. مكسوفه من اخواتي ومن بابا، دي نقطه مهمه جدا، وعلاجها زي ما قلنا هو تغيير الفوطه من 3 لـ4 مرات حسب كميه الحيض اللي نازله منك. ودايما لما تدخلي الحمام في البيت خدي معاكي شنطه او كيسه سودا، وتحطي فيها اللي انت استعملتيها وتقفليها كويس، وتحطيها اول ما تخرجي في الباسكت على طول. لازم بعد ما تخلصي الحمام بتاعك او تغيير الاولويز او الفوطه بتاعتك تبصي على القاعدة كويس على الأرض، في نقط وقعت كده وقعت كده أي حاجة لازم تظبطيها وتمسحيها وتنظفيها كويس. وعموما احنا في الفترة دي واحنا صغيرين كده بيتهيأ لنا ان احنا ان دي مصيبة والناس كلها شايفانا والناس كلها عارفة، بس زي ما قلت لك لو اتبعتي التعليمات دي اللي هي اختيار المقاس المناسب والنظافة اللي حوالين المكان، وانك تخبيها في شنطه سودا وترميها على طول في الباسكت، طبيعي ماما هي اللي عارفه وهي اللي بتدخل المطبخ وهي اللي عارفه الباسكت والكلام ده، فاخواتك او باباكي مش هيحسوا بحاجه، لان فعلا ده شيء محرج جدا. بتخافي تخرجي وهي عليكي، نفس اللي قلناه ان احنا هنعمله في البيت برضو هنعمله بره البيت. خلي في شنطتك فوطتين او ثلاثه، خلي في شنطتك وايبس، خلي في شنطتك كلينكس، خلي في شنطتك كحول،
خلي في شنطتك ازازه صغيره فيها من الشاور جل او الهاند شاور اللي بتستعمليه، وخلي كمان في شنطتك 3 4 اكياس سودا. دخلتي مكان غريب حبيتي تغيري، هتحطي برضو في الشنطه السودا، هتنضفي القعده والمكان اللي انت كنت فيه، هتغسلي ايديكي، هتعقمي ايديكي، هتعقمي المكان اللي انت كنت قاعده فيه. واوعي اوعي اوعي تسيبي المكان ان حد يدخل بعدك ويعرف او يتاذي من المنظر ده. فكده احنا عملنا كل الاحتياطات المنزليه والاحتياطات خارج المنزل. النظافه الشخصيه الفتره دي لازم تستعملي صابون طبي وهاند شاور طبي وشاور جل طبي، لان الجسم بيكون حساس جدا في الفتره دي، وممكن تظهر اي بكتيريا او فطريات مش هتريحك خالص. فلازم زي ما قلت لك تستعملي الصابون الطبي، ولما تاخدي الشاور يبقى شاور جل طبي، وبرده الهاند ووش او شاور الهاند شاور يكون طبي. وما تطلعيش من التواليت غير وانت متاكده من نظافه ايديكي تماما، مش تطلعي تاكلي وتشربي وكأن الحياه عادي مفيش اي حاجه، عشان لا تاذي نفسك ولا تاذي الناس المحيطه بيكي لو انت اللي بتعملي لهم الاكل والشرب والحاجات دي. تتعاملي ازاي في الفتره دي؟ اكيد في طريقه تعامل مع المنطقه دي خلال الفتره دي، وعادات لازم تتعودي عليها من وانت بنوته علشان تكتسبيها لما تكبري وتبقي ليدي كده وستوته حلوه كلاسي، ومحدش يقرف منك او يتضايق منك، ويبقى جوزك كده فرحان بيكي ومراتي حلوه ونظيفه. هيمرمطك وهيمسح بكرامتك الارض ويخلي اللي ما يشتري يتفرج عليك. زمان كانوا امهاتنا بيقولوا لنا ما تستحموش وهي عليك، وده غلط تماما. انت لازم تستحمي مره على الاقل في اليوم، او مرتين يبقى افضل يعني، بس المره اللي في اليوم دي بتكون قبل ما تنامي. ده بيساعد على ان جسمك يرتخي وتحسي بهدوء، رجلك هتحس براحه، ظهرك هيحس براحه، هتقلل الالم عندك شويه، وهتسترخي وهتنامي باحساس ممتع وهادي. نصيحه كمان، المكان ده علشان تتفادي اي بكتيريا او فطريات تظهر فيه او روائح نفاذه، لازم تجففيه كويس. يعني مش انك انت تغيري الاولوز وكده، لا، لازم كمان قبل ما تغيري الاولوز المكان ده يكون جاف تماما. لبسك الداخلي نفسه ما يبقاش مبلول، علشان مره على مره زي ما قلنا ده بيسبب فطريات وروائح مش لطيفه. في العادي حتى من غير البريود او الدوره الشهريه، انت لازم تنظفي المكان ده وتجففيه كويس قوي. ودلوقتي في شركات عملت زي الفوط الصحيه بس مش للبريود، دي بتطلع ريحه طبيه عطريه. انت بتستعمليها كانك بتستعملي الاولوز لاي افرازات نزلت او اي روايح مش لطيفه. هسيب لكم صوره للمنتج ده، حلو قوي، وبيبقى المكان ريحته لطيفه مش وحشه، وهو طبي، فهيساعدك على ان ما تطلعش بكتيريا او فطريات تعمل روايح مش كويسه او امراض مع الوقت. بصي يا بنوته، هو ازاله الشعر المفروض بتتم كل شهر بعد البريود او بعد الدوره الشهريه، مش قبلها ومش اثناءها، لان في الفتره دي جسمك بيبقى حساس جدا، وممكن تنزل منك او ينزل منك دم، تتعوري، تتجرحي. فالمكان ده ما تقربلوش خالص لحد بعد ما البريود تخلص. وطبعا لو انت بنوته فالكلام ده يكون تحت اشراف مامتك، ما تتجسفيش من ماما. ولو مش يعني لو عندك الخجل ده او ماما مش بتتكسف من الحاجات دي او ما بتحبش تتكلم فيها، زمان برضو كانوا بيقولوا لنا ما تستعملوش الشيفنج او اللي هي مواس الحلاقه، لان الشعر هيطلع تخين وما اعرفش ايه والكلام ده. المعلومه دي غلط، كتير مننا بيستعمل الشيفنج وما بيطلعش لا شعر تخين ولا شعر تقيل ولا كلام من ده خالص، بس خلي بالك من نفسك. فخلاص اتفقنا ان احنا هنستعمل انزيل الشعر بس بعد ما الايام بتاعه البريود تخلص وجسمك يبقى هدي من اي التهابات. طبيعي ان هتطلع لك التهابات في وشك وهتطلع لك حبوب، لان دي هرمونات ما تقلقيش منها، دي هرمونات طبيعيه وبتنتهي بعد كام يوم من البريود ما تخلص. المهم ان انت ما تقعديش بقى تقعدي وتلعبي فيها وتنزلي منها حاجات وكلام من ده، لان ده للاسف بيعمل حاجه اسمها حب الشباب. حب الشباب ده لو زاد عن الحد
بيعمل حفر ونقر في الوش وبيستمر لسنين سنين سنين والعلاج منه ما بيكونش سهل. فما تبوظيش وشك. حسيتي بحاجات زي دي في كريمات ليها خاصه في الصيدليات، وزي ما انتم عارفين انا مش دكتوره. انا جهله، انا واحده جهله، وقلت ان انا دكتوره انا جهله. انا بتكلم من المعلومات اللي قابلتها في حياتي واللي عارفاها في حياتي مش اكتر. انا مش دكتوره، انا اختكم الكبيره او اختكم اللي قدكم. انا مش عارفه مالي، حاسه بحاجات كده، دي على ذهب، على طبقه نفس. انا عندي اعيط نعيط لغايه لما نفطر من العياط كده، لله في لله كده. طبيعي انك تحسي انك عصبيه ومخنوقه وزهقانه ومكتئبه وقرفانه وحاجات كتير جدا جدا. والمشكله ان انت الاحساس ده بيجي لك قبلها بكذا يوم، رجليكي وجعاكي وما انتيش طايقه حد، وفي روايح مش حباها ومش عايزه حد يجي ناحيتك، مش عايزه حد يسالك ولا يقول لك اي حاجه. فركزي ان دي فتره معينه وهتنتهي، فمش لازم تزعلي حد منك، ومش لازم انت من جواكي تكوني زعلانه. ده كان يوم وهنبقى كويسين، فمش لازم القلبان والحاجات دي. الالام بتاعتها، بصي يا ست البنات، حاولي بقدر الامكان ان انت ما تستعمليش مسكنات، لان المسكنات دي بتبوظ شويه الهرمونات اللي عندك. لما تيجي تتجوزي ممكن يحصل تاخر في الانجاب، لو المسكنات مش تحت اشراف دكتور ممكن تؤدي للاسف لبعض السرطانات والاورام. يعني حاولي ان انت تخففي الالم بالطبيعه. الطبيعه اللي هي ايه؟ انك تشربي سوائل سخنه، وخصوصا الحلبه، القرفه، الجنزبيل، الشاي بالليمون. واهم حاجه ودي اللي هتقلل لك الالم هي القربه السخنه. قربه كيس كده بيتجاب من الصيدليه، يعني انا ما اعرفش سعره قد ايه. لو ما عرفتيش تجيبي الكيس ده او القربه دي، بتجيبي شراب من بتوع بابا او اخ من اخواتك ما بيستعملوش، وتحطي فيه شويه بقوليات، لوبيا، فاصوليا، عدس، رز، اي بقول، وتقفلي كويس وتدخليه الميكرويف دقيقتين ثلاثه. بعد ما تاخدي الشاور بتاعك بتاخدي الكيس معاكي على اوضتك، وتحت الغطا كده حطيه على الاماكن المؤلمه. لان اصلا الم البريو ده بيكون سببه ايه؟ بيكون سببه تكتلات من الدم، مش قادره تنزل. فانت لما بتديها سوائل سخنه زي قطعه الثلج الجليد، لما تحطي عليها ميه سخنه بتفك وتسيح معاكي. فانت بتدوبي التكتلات دي بالحاجه السخنه، سواء سوائل او قربه او دفى، فده بيساعد على انها تدوب وتنزل بسهوله من غير ما تحسي بالام. في الفتره دي لازم تاكلي خضار وفاكهه، لان انت جسمك بيفقد كالسيوم، بيفقد حديد. فاهم حاجه الخضروات اللي فيها حديد، والكبده، والفواكه، والسبانخ طبعا والكلام ده. من النصايح المهمه برضو اللب والشوكولاته والبيبسي والشيبسي والحاجات دي كلها نبعد عنها لانها بتزود من الحبوب. الشوكولاته، في بنات ما بتقدرش تبعد عن الشوكولاته، فاذا كان ولا بد هنستعمل الشوكولاته الدارك. الشوكولاته الدارك فيها مراره، اللي هي الغامقه بيبقى فيها مراره، فبتاكلي منها بس مش كميات كبيره زي الشوكولاته اللي بالحليب. ويا ستات يا بنات يا امارات يا حلوين يا تفاحات، كده انا جاوبت على قد ما قدرت من الاسئله اللي جات لي. في اسئله تانية لو حابين تسالوا انتوا كمان عن حاجه معينه اكتبوا لي في الكومنتات. واتمنى الفيديو يكون عجبكم، وفي الاول في الاخر عايزاكم تعرفوا ان انا مش دكتوره، واحده جهله، وقلت ان انا دكتوره انا جهله، وان انا بتكلم الكلام اللي مليون في الميه من الستات عارفينه وحافظينه. بس احنا النهارده لما اتكلمنا بنتكلم اكتر مع البنوتات، ومع البنات اللي مامتها ما بتديلهاش مساحه من الحريه في الكلام، وبرده بنتكلم مع الامهات. خلي بالك من بنتك، صاحبي بنتك، ما تخليهاش تدور على حاجه من بره عشان ما تمشيش في اتجاهات غلط. اشوفكم على خير في فيديو جديد، وما تنسونيش في سبسكرايب لو اول مره تشوف قناتي، وتفعل زر الجرس علشان يوصلك مني اشعارات بكل جديد. ولو انت متابعين القناه ما تنسانيش اللايك والكومنت اللطيف. اشكركم واشوفكم على خير، وايامكم كلها سعاده. باي باي.